رغم والله مصيبين والعباسه مفضل طبعا اهل الرمضات شارع فلسطين شارع الظلال طبعا تحياتنا للعالم الزينه عالم المرتبه بس عم ندخل شلون والله عيب اجاني ولد مشتري دراجه هسه منك بوليس ب 1400 ويريد اقلب له الدراجه تابع المقطع وباع الدراجه وباش مسوين بيه طبعا هاي الدراجه بس باعوا له فقره جاني ولد هذول ضارب بيها تشيز وترتيب وبالك عنه بس ابو المصلحه يعرفها ذيك وينها هذا تشيز ب 2000 دينار طبعا عندك هذا كم لك مصبوغ هذا مصبوغ هذا باخينه باعه باع صبغ شلون مسيل باعه هاي اول فقره تجي هنا تدنق وينك دراجه مال رمبا هيك هاي مال مريدي مو مال رمبا باعه مال بنزات مال بريك تقنعوني يعني تايوان هناك مفترين بيه لحد ما الله قال لهم بس يدوسون بريكات اماميه خلصان البنزات وانا دراجه مال رمبا تجي هيك هاي الثنين باع صراحه ما شارب على اوك لوك مال المدينه كبرتها تجاريه مع اللزقه تجاريه تعلموا اللزقه بين التجاريه يا قاعده طاقه يا هي لياطها اللي هاي متي من اللياط هاي الدراجه شباب باعوا مبخوخه وكلها تجاره بس ما نفرق خلفه خلصان لك تايوان يفترون هاي قد مستحيل شغل اسمع صوت يا هاي شو تم الدراجه نعمه من الله ما تشتغل